ولنوع آخر من أنواع الفنون والتميز والتفوق اللي هن من ثمار المتابعة والإرادة، وخاصة بالرياضات القتالية اللي فيها تحدي وقبول هيدا التحدي وتحدي النفس، هو أكيد الورقة الرابحة. فقرتنا الحوارية الأخيرة لليوم رح يكون معنا طبعا بطل من أبطال الشباب، بيسعدنا نرحب فيه عبد الكريم زويكلي اللي بدنا نحكي معه عن رياضة الجودو وتفاصيلها وتفاصيل أكيد هذا التميز بمجال الرياضة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك عبد الكريم. يعني هي فعلا من الفنون القتالية اللي بتحتاج لمهارة، اللي بتحتاج لثقة بالنفس، أيضا لقوة معينة. خبرنا أكثر عبد الكريم عن هذه الرياضة، ليش اخترتها وكيف كانت أولى محطاتك فيها؟ هلأ هي الرياضة جودو بشكل عام تعني الفن المرن، فهي لعبة دفاعية أكثر من أنه هي قتالية. تعتمد على استغلال قوة الخصم لشل حركته، وكثير علماء لقوا انه هالتقنيه انه استغلال قوه الخصم وشل حركته افضل من ايذائه بكثير اوقات. انا بلشت بعمر صغير، كان عمري تقريبا 5 سنين، على ايد والدي انه هو مدربي لهلا الله يخليه لي. مثلا يعني والدك هو بالجودو؟ ايه تمام، والدي هو مدربي وهو اللي يعني تعلمت اللعبه منه او حبيتها من خلاله. هو اخذنا منه من ياخذني عن النادي. حلو. وكانت امي كمان ضمن المجال، فالعائله كلها كانت رياضيه ما شاء الله. حلو. رياضيين، فضمن هالمجال انا شيء طبيعي انه من العائله اطلع بالرياضي. حلو. هلا رياضه الجودو لها خصوصيه يعني، واليوم نحن فينا نوصفها انه هي رياضه قتاليه او رياضه تعتبر دفاع عن النفس. شو الفرق بيناتهم؟ يعني اكيد في فرق بين القتال والدفاع عن النفس. هل هي تعتبر رياضة دفاعية أكثر من أنه هي قتالية؟ لأنه نحن عنا بجودو ما عنا توجيه ضرب مباشر مثل ضرب الإيد أو الرجل على الوش، مثل ما حكيت أنه نستغل قوة الخصم لشال حركته عن طريق عشان رميه على الأرض، وفي عنا تقنيات خنق وتقنيات الكسر. تمام. ومن اللي خلاها طورها البروفيسور جيكارا كانو اللي طورها عن رياضة هي جيجستو، اللي خلاها تصير أكثر ملائمة للمشاركة في البطولات العالمية، اللي خلاها تدخل الأولمبيات وصار في انتشرت على مستوى العالم. تمام. شو اللي خلى هاللعبة تتميز عبد الكريم يعني عن غيرها من الألعاب الرياضية؟ يعني وحتى هي أنه انتشرت على مستوى عالمي، يعني هذه اللعبة بشكل كتير كبير، ويمكن أكثر شيء منشوفها بالصين باليابان، الفنون القتالية اللي نشأت من عندهم. هي اليابان هي البلد المؤسس لهاللعبة. مثل ما حكيت انه انتشرت لانه ما عندها اجزاء فيها ضرب، توجيه ضرب مباشر على الوش وعلى البطن هي بس دفاعية، لعبة دفاعية بتشل حركة الخصم، رميه على الارض او خنق او كسر. وكتير لقوا انه هالتقنيات هي افضل من انك تأذي خصمك، وانتشرت على مستوى عالم، صارت لان هي اقل رياضة بيصير فيها ظلم تحكيمي بسبب انه قانونها واضح، العالم كله بتشوف خلص انه هذا الربح وهذا خسر، فالعالم كله حبتها وصارت تابعة اللعبة وأنا منه كمان. حلو كتير. هلأ هي بتشمل ربما بقوانين مجموعة رياضات، يعني من خلال ممارسة الجودو يعني خلينا نقول العائلة، خاصة أنتم بعدة ربما فنون ضمن الجودو تحديدا كرياضة. خلينا نحكي عن رياضات تانية، عندك رياضات تانية بتمارسها أو بتشارك؟ مارس رياضات تانية أنا، ما أنه كهواية، أو مارس رياضات ساعدني لأطور حالي بهاللعبة. مثل رفع أثقال أو تمارين سويدية صعبة وجري مسافة طويلة، بتحسن قوة التحمل والنفس لحتى أنت تضل محافظ على طاقتك طول فترة المباريات. يعني خلينا نقول رياضات مساعدة لرياضة الجودو، بتحاول أنها تقوي من خلينا نقول مناعتك الجسدية، قوة التحمل لكم وقوة التحمل. أيضا عبد الكريم، يعني خبرنا بالبطولات اللي أنت شاركت فيها خلال هيدي اللعبة، وأثناء التدريب ذكرت أنه هي فقط شل حركة الخصم. يعني شو هي أقصى التحديات أو المنافسات اللي أنت تعرضت لها خلال طبعا ممكن تكون بطولاتك أو حتى تدريباتك؟ هلا انا اول مشاركه كانت لي على مستوى الجمهوريه كانت الاولمبيات الوطني الثاني للناشئين ب 2015. كانت هي اول مشاركه لي، فجبت وقتها ميداليه برونزيه. وحققت بعد منها بطولات جمهوريه برونزيه كمان وفضيتين. حلو. على مستوى المحافظه جبت اوائل طول السنوات اللي مشارك فيها. فاللعبه كانت يعني كمنافسات لما بتلعب مع لاعب اصعب منك،
اقوى منك ومخضرم اكثر منك. كيف يعني اصعب واقوى؟ يعني ماشي بتفاصيل بهي اللعبه بيكون هو مثلا كيف بيكون اقوى منك؟ بزيدك خبره عمر خبره باللعبه يعني خبره بتلعب دور تماما وقوه بدنيه. فانت هون بدك تضل محافظ على تركيزك بالمباريات لحتى تثبت انك انت الافضل ومتابع حالك يعني. تمام. يعني عم تذكر انه الخبره او التدريبات الاكثر جهدا بما يخص رياضه الجودو تحديدا لحتى تاخذ حيثيات اللعبه اليوم هي الممكن تكون الاثبات على مين الاقوى ومين ممكن يكون الاحق بالفوز اكثر من الجوائز اللي ممكن ينالها اللاعب الرياضي بشكل عام برايك من خلال مشاركتك بعده بطولات. تماما. هلا الجوائز هي ما تحدد مين الافضل ومين الاحق بالفوز، بس بتعمل لك حافز ايجابي لحتى تطور حالك وتشتغل على حالك اكثر، بدك تحافظ على المكان اللي وصلت له. حلو. ولكن بس دائما هو التمرين هو اللي بيثبت مين الافضل، وكل سنه بنلاقي انه في تطور بين لاعب ولاعب. يعني ما الفايز هالسنه بيضل فايز على طول، دائما في اختلاف. طبعا هي بالمتابعه وبالاستمراريه. طب هيدي اللعبه شو اضافت لك عبد الكريم خارج نطاق التدريب والمنافسات، يعني بحياتك الاجتماعيه، بحياتك مع رفقاتك، بمجتمعك مع اهلك، هل اضافت لك شيء يعني لإلك ما كان موجود بحياتك قبل؟ لا اكيد. هلا بشكل يعني صفات نفسيه او جسديه الرياضه بشكل عام هي تهذب النفس وتعطيك ثقه بالنفس. تمام. هي الثقه بالنفس خلتني انا مثلا اكون ناجح بكثير مجالات، مثلا بعيد عن الرياضه مثل الدراسه، وكون ناجح بعلاقاتي مع مثلا زملائي بالتمرين مع رفقاتي وكون كنت تجرب بالحاره تدريبات مع رفقاتك مع اخواتك بالمزح هيك بالمزح يعني تماما بحركات خاصه بالجودو تماما. يعني اكيد اكسبتك مثل ما ذكرت هاي الرياضه تهذيب للنفس ومتابعه واصرار وطاقه ايجابيه ممكن تاثر على باقي مناحي حياتك، ذكرت الدراسيه وغيرها. بالنسبه للمتدربين الجداد يلي بدهم يدخلوا بهذا المجال، شو بتنصحهم لحتى يكون عندهم استمراريه؟ هلا ممكن انت العائله كلها بمجال هاي الرياضه عطوك هذا الحافز وايضا البطولات الجوائز المتابعه التدريب، لكن المتدربين الجدد كيف ممكن يستمروا؟ هلا حتى الرياضة العادية أحيانا ما بيكون فيها استمرارية. تماما. هلا أول شغلة لازم اللاعب يحط هدف قدامه ويدسم بالتمرين، يحدد هدفه ويسعى ليوصل له، حتما بده يوصل له. تمام. التمرين هو كل شيء، ما في إنه بالفطرة هذا أفضل وهذا أفضل، التمرين هو اللي بيثبت كل شيء. حلو. بالتمرين أكيد. استسلمت شي مرة عبد الكريم ربما من أذية معينة أو ضربة معينة، قلت أنا خلص ما بدي أتابع بهاللعبة، هي أنا مثلا تألمت من ضربة من خصم يعني. هلا هذا الحكي كان لما كنت صغير، أنا كان أبوي ياخذني على الصالة إجباري يعني، أنا ما كنت أحبها أول شيء لما كنت صغير. كان ياخذني هو اجباري يعني على الصالة، حتى كبرت وعيت انا حبيت اللعبه. كان خوف يعني انه انت كنت تخاف؟ مو خوف، ولد بده يضل بالحاره بده لعب بغير ما في توجيه للعب يعني. اما ايه كان ابوي دائما مشجع ياخذني من ايدي على الصالة، خلص انت مكانك هون بالصالة، ما مكان غير محل. حلو. فهيك خلتني ضل خس وما عندي لا مخاوف ما في منها، ولا انا استسلمت. تمام. هلا نحن دائما بنقول انه في دافع للاستمراريه، يعني اليوم ذكرت انه العائله بمجال الرياضه، شو اللي دفعك انت بشكل خاص وخاصه ذكرت انه بالبدايات ما كان عندك رغبه للدخول بهالرياضه؟ هلا اللي خلاني كفي بهاللعبه هو والدي بشكل أساسي. كامل بشكل اساسي هو كان يشجعني ودائما يعطيني طاقة إيجابية فاقلني، مثلا يقول لي لا أنت أفضل، أنت أحسن، أنت قادر. فهالشي خلاني أنا تولد عندي فكرة خاص أنه أنا عندي ثقة بنفسي وقادر أوصل لكل شيء يحطه ببالي. فإن شاء الله كمان أكيد نحن بنوجه تحية لوالدك اللي ولكل طبعا الأهالي اللي بيشجعوا أطفالهم من الصغر على موهبة معينة أو رياضة هن بيحبوها. هلا يمكن نحن كنا عم نشوف بالصور، يمكن هو اللباس الجودو بيشبه الكاراتيه وكمان فيها أحزمة مثل الكاراتيه، يعني فيها مستويات. لباس الجودو هو تقريبا نفس لباس الكاراتيه، شبيه تقريبا، بس نحن عندنا بدلة الجودو هي بدلة سميكة يعني مقاومة للمسك مشان بطن اسمك تنتزع بالتمرين او البطولات. والاحزمه المستويات، المستويات نحن بنبلش بالاصفر، اصفر برتقالي، اخضر، ازرق، بني، بعدين بنبلش من المحترفين اسود، في مراحل من الواحدان للثمانيدان. اي حزامات هلا وصلت؟ انا معي هلا اسود واحدان، اسود. انا وصلت تقريبا للاحترافيه. خلينا ايوه، بس انا كان لازم يكون لسه معي اكثر، بس لظروف لما كنت بكالوريا ما التحقت بالفحص فكنت موقف يعني. تمام. هلا ذكرت يعني انه الاستمراريه هي بحاجه لتحديد هدف لحتى يكون عندنا قدامنا هدف للوصول اليه من خلال التدريبات ومن خلال ايضا الخبره اللي ممكن نستفيد منها والحوافز اللي هي حوالينا. شو هو حافزك او شو هو هدفك اليوم؟ انت يعني بتدرب، بكره
تسعى لحتى تكون مدرب ضمن مجال الجودو؟ تماما. أنا بسعى لحتى أطور حالي بهاللعبة وحقق ميدالية على مستوى دولي أو آسيوي. وكون يعني حتى أرفع رأس أهلي ورأس والدي اللي هو. نعم أكيد عبد الكريم، يعني هيدا الشيء بطموحك المستمر دائما وتدريباتك المستمرة، وما شاء الله عنك يعني وصلت بهيك عمر. قدي عمرك هلأ؟ هلأ عمري 20 سنة. 20 سنة معك حزام أسود، بعد 20 سنة تانية بتكون مكسر الدنيا إن شاء الله. أكيد بنتمنى لك كل التوفيق عبد الكريم، وأكيد تحية مثل ما ذكرنا لوالدك، والاستمرارية دائما لتحقق كل طموحاتك بهذه اللعبة، ونشوفك لاعب منتخب وطني وتحقق طبعا مراكز دولية بإذن الله. شكرا لإلك، كل التوفيق لإلك، وأهلا وسهلا فيك بصباحنا.